إدخال الفرحة على العائلات المستفيدة، فألف مبروك عسكر. ونشرع في عملية توزيع الشهر السادة الآتية أسماؤهم هذه كمرحلة أولى، ستتبعها إن شاء الله حصص أخرى. حوالي 3000 سكن ستوزع قبل نهاية السنة الجارية إن شاء الله. سكنات اجتماعية احترمت فيها كل مقاييس البناء والعمران إن شاء الله. عملية توزيع كبرى تشهدها ولاية معسكر لأول مرة، حيث سيتم توزيع أكثر من 1521 وحدة سكنية على مستوى بلدية معسكر. تدخل هذه العملية في إطار عملية شاملة ستعرفها الولاية خلال هذه السنة، والتي ستنتهي بتوزيع أكثر من 3127 وحدة سكنية. الحمد لله يا ربي، اليوم رانا استفدنا من السكن الاجتماعي بمناسبة شهر رمضان. أولا أحيي الشعب الجزائري والأمة الإسلامية كامل بشهر رمضان، ورمضان كريم إن شاء الله. والحمد لله اليوم ربي راه فرحنا، ورانا دخلنا استفادينا من السكنات الاجتماعية. نتمنى ان شاء الله اللي مازالوا ان شاء الله ربي يفرج عليهم ان شاء الله، وكل مغبون ان شاء الله يفرج كربة تاعه ان شاء الله، ويوسع عليهم ربي ان شاء الله.